السلام عليكم متابعينا وين ما كنتوا، متابعين قناة جهازي. اليوم عندنا شرح لطريقة شد وربط الغسالات الجانبية لجميع الماركات LG، سامسونج، توشيبا، شارب، المتين، اي ماركة جانبية بالعالم. اليوم راح نشرح لان هنا طريقة واحدة لطرق الشد وطرق استعمال هاي الغسالات. طبعا طريقة الشد جدا سهلة، يعني ما يحتاج تجيب لولشي او تجيب سباك لهذا الشيء وتدفع فد 25-50 ألف، فما يحتاج انه تقدر انت تسويها بالبيت. وان شاء الله اليوم نشرح لكم اياها بشكل مبسط، بس قبل لا نشرح لكم اياها طول لايك وطول متابعة حتى نستمر بدعمكم، نستمر بتقديم كل ما هو جديد بعالم الأجهزة المنزلية والكهربائية بالعراق والوطن العربي. تعالوا يا أنا حيدر. اليوم عندنا الغسالة الجانبية كنموذج، فنختار لشركة LG. تمام، هاي حيدر. طبعا عندنا هنا أربع براغي. هاي البراغي دل البراغي يجن حسب الشركة، اكو شركات 5 براغي، اكو شركات 3 براغي، اكو 4. دل البراغي دل لازم يشالن، دل لازمات المحرك، دل لازمات المحرك على مود النقل، النقل اثناء بالمعمل او النقل اثناء السفن او من مكان لمكان، فدل لازمات المحرك او الماطور حتى ما المحرك يتحرك او يتأثر اثناء النقل. طبعا اللي لازم ينشال هذا، ينشال البرغي وينشال ايضا هذا الواشر الاسود. اذا كلهن ينشالن وينذبن او تضمهن، خاف تريد تنقلهن من مكان الى مكان انت عاجبك. هنا نجي للفقرة الثانية، نربط المي. الغسالات الجانبية بشكل عام، الغسالات الجانبية بشكل عام تمام، انه يجي له منفذ واحد. اكو من عندها المنفذين. ليش منفذ واحد؟ يعني بس بارد، لان هاي الغسالات بشكل عام هي بيها هيتر داخلي انه يسخن لك الماء. واكو من عندها ايضا انه للاستعمال للاستيم البخار حتى يطلع لك اياها الملابس ناشفه، الموجود باغلب الغسالات الجانبيه. فهذا نربط له بس مي بارد واحد. بعد ما كملنا الربط المي البارد، طبعا قلنا انه مرات انه تجي منفذين حار بارد، النوب لازم نخلي سوندة التصريف متعلقة. اخوانا هاي اهم فقرة بالغسالات، انه سوندة التعليق، سوندة التصريف العفو، هاي لازم تبقى صاعدة هيك، يعني تريد تدقها بالحائط، تريد تدقها بالغسالة، سوندة التصريف بمستوى سوندة دخول المي لازم تبقى معلقة. وانت بعد هاي هذا المخرج مالته وين ما تريد تخليها تقدر تخليها. هاي اهم فقرة لطريقة تركيب الغسالات لجميع الماركات. طبعا اذا عجبكم الفيديو طول لايك ومتابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.